سنة بنكون معاه، بنكون مع خياله، بنكون مع إبداعه، بنكون مع الوزير الفنان فاروق حسني في معرض بنعيش معاه خيال جديد، ألوان جديدة، فكر جديد، مدرسة جديدة. عشاق الفن التشكيلي بيستنوا المعرض ده سنة ورا سنة، وإحنا كمان بننتظره سنة ورا سنة، بنشوف كل محبيه وكل محبي الفن التشكيلي، بنشوف معاه كمان الجديد في الفن والثقافة، بنشوف معاه إبداع مختلف، وكل مرة بنختار له إحنا اسم المعرض لأن هو بيسيبه لخيالنا وأحاسيسنا ووجداننا. مفيد فوزي اختار اسم للمعرض النهاردة إنه يكون الخيال، عيش مع خيالك، عيش مع إبداع الفنان فاروق حسني في معرضه الجديد. سعيدة ان انا كل سنة بيكون عندي الحظ ان انا احضر معرض الفنان الوزير الانسان اللي كلنا بنعزه وبنحترمه فاروق حسني. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت بتسعدنا بغزارة انتاج وفن جميل. شاكر جدا جدا. كل سنة بنشوف شكل جديد وبنشوف احاسيس جديدة وفن جديد. هل السنة دي في اختلاف عن المعرض اللي حضرناه السنة؟ لازم كل سنة، يعني طالما معرض جديد يبقى اسلوب جديد، رؤية جديدة. طبعا هو في الفن التجريدي ما بيبانش قوي للي مش عارف، انما هو المتخصص جدا يقدر يفسر ايه الاختلافات الشديدة بين ده وبين اللي قبليه. فانا بعمل ده لانه يعني للمجتمع وللتاريخ والناس تتعلم على مهلها في اي وقت. يعني بعد كل المعارض دي وبعد كل الانتاج اللي قدمته من فنك ده، هل مازال الرسم متعة ام اصبح مهنة؟ هو مهنة ومتعة في نفس الوقت، انه ده يعني حياتي ومتعتي في نفس الوقت. يعني الالوان اللي بيتميز بيها فاروق حسني بنشوفها دايما، اللون الازرق بيكون في معظم لوحاته. الالوان دي ما بتتغيرش مع كل معرض، ولا اللون ده انت شايف هو ده اللون الاساسي؟ يعني انا بحب اللون الازرق، بس بشوفه دايما اللون ده الازرق والاورنج فبيبان، انما اللوحات كلها مليئه بالوان تانية كتير. ولكن ده اللون المميز بتاعك، ان دايما الناس لما بتشوفه تقول لك دي اللون، هي دي اللي انا بختارها، فده ازرقي انا اللي بتعمل. طبعا النهارده شايفه اتنين من الاصدقاء الغاليين اللي موجودين معانا، دكتور مصطفى الفقي وطبعا استاذي المحاور العظيم اللي دايما بيكون موجود كل سنه معاك في المعرض، استاذ مفيد فوزي. قبل ما تساليني اي سؤال، اللي نفسي اقوله للناس، سواء الكاميرا بتصورني او ما بتصورنيش مش مهم، هذا الرجل يرتبط في ذهني بكلمه الخيال. الخيال في الفن، الخيال وزيرا، الخيال مسؤولا، الخيال حياتيا. حتى المرأة التي لم يتزوجها بعد رسمها في خياله، فانت تحسي انه أيقونة خيال بتطلع كل الفكر حتى في أبسط أشياء في حياته. ولذلك أنا بدخل أتفرج على اللوحات دايما يحصل لي عملية شرود، اقول يا ربي هو قصده ايه. وبعدين هو اللي علمني، قال لي ما تقولش قصدك ايه، قول انت انطباعك الداخلي ايه. بقف قدام اللوحة اخد انطباعي واستمتع بخياله وبالوانه وبتفوق، يعني التوافق الغريب اللي بيحصل بينه وبين اللوحة في الالوان. انا لست ناقدا
تشكيليا ولا عمري افهم في ده، لكن اتعلمت في مدرسة روز اليوسف منذ رأيت إحسان عبد القدوس وجمال كامل ان انا افهم ايه طبيعة الفنان من جوه، وهل هو بيبقى قاصد شيء ولا مش قاصد شيء. قلت له مرة انت ليه ما بترسمش البشر، انا عايز اشوف وجوه للبشر. فاكتشفت ان هو شايف ان البشر ده شيء ارضي انما هو ده الخيال. طب لو هتوجه له سؤال النهاردة بعد ما شفت المعرض، اللي وصلت له من الخيال يا سيدي، ما سر حضورك الربيعي الدائم وزيرا او غير وزير؟ اسأل، ده السر عند ربنا. لا عايزين برضو نعرف الخلطة بتاعتك. لا مفيش خلطة، خلطة تعرفوها انتوا يعني، انا ما اعرفهاش. انا حاسس بنفسي زي اي حد زي اي حاجة. التواضع دايما سمة من سمات الفنان. تاني. طبعا انا عايزك تحاول قل جملة عن ايناس عبد الدايم اداء. هي شطرة ومجتهدة وده يكفي. قل جملة أخرى عن إيناس عبد الدايم كمثقفة مصرية. هي عزفت فلوت محترمة جدا وعزفت في أوبرات كثيرة ليس فقط الأوبرا المصرية، وده في حد ذاته قيمة. ممكن أنا أسأل برضو سؤال ليكم، شايفين الثقافة المصرية الفترة دي ازاي؟ انتوا الاثنين بعافية. بعافية. بأمانة بالغة. بأمانة بالغة. قلت بكده. وخلي بالك أصل الثقافة مش بس فعل، الثقافة إبداع. ما هو الإبداع أنت شايفة كانت مصر زاخمة بالمبدعين، رحلوا عن عالمنا وكده. نعم. فاللي بقى في مبدعين وفي ناس، لكن مش بقدر الإبداع الماضي. وبالتالي كمان الحركة الثقافية، الحركة نفسها ما بقتش فعالة وما بقتش فاعلة ولا عندها برنامج عشان يفعل اللي موجود. حتى لازم تعرفي ان احنا واحنا بنتكلم عن الثقافة ما بنذكرش اسماء، واسماء رحلت زمان مع الوزير، نحن نتونس نتونس بوجود مصطفى الفقي طبعا معنا منورنا النهاردة. وطبعا دكتور مصطفى احنا النقاش خدنا ان احنا شايفين الثقافة بتاعتنا ازاي. يعني انا حاسة ان احنا انا شاهد على حاجة لازم اقولها. انا كنت سفير لمصر في فيينا وتقرر اقامة معرض للفنان فاروق حسني وكان وزيرا، لكن لا النمساوي يعرف انه وزير ولا تعنيه. ورأيت بعيني طوابير الناس في ساعات الباكرة من الصباح في جو لا يحتمل أحد برودة وسلوك، يقفون طوابير حتى يحظوا بدخول القاعة لرؤية لوحات فاروق حسني. عندها آمنت أن الفنان فنان وأن المنصب لا يعنيه على الإطلاق. وده يفسر سؤال الأستاذ مفيد لماذا التألق دائما، لأنه فنان أصيل بغض النظر أن كان وزيرا أو لم يكن. يعني نقدر نقول ان في اوروبا بيستقبلوا المعرض اكتر من المصريين، بيفهموا لوحاتك اكتر. مش مسألة فهم، هم عارفين الاسلوب ده لانه ده اسلوبهم وحياتهم. وبالتالي انا ما بروح اعمل الاسلوب ده، مع ان التجريد ده مصري اساسا. يعني المسألة دي هي تمثال مجرد، العمارة في الهرم عمارة مجردة، وعندهم كمان سريالية. أبو الهول ده سريالي، وكل الآلهة الفرعونية سريالية، بيبقى شيء ما فوق الواقع، رأس إنسان جسم طائر برأس إنسان أو جسم حيوان برأس إنسان. يعني دي كلها كانت أصول السريالية وهم أصول التجريد. فلما بعمل تجريد في أوروبا بلاقي نفسي، لأن بلاقي في حوارات ومعروف جدا هم بيشوفوا ايه، وتبقى المسألة محدش بيقول لي انا مش فاهم، انا مش محتاج فاهم. بيضايقك لما تلاقي مصري بسيط داخل يقول لك انا مش فاهم اللغة؟ لا ما بيضايقنيش. هو اللي بيضايقني ان هو ما التقاش بالعمل وجها لوجه بعواطفه، التقى بدماغه. وانا شغلي ما هوش ادبي، مضمونه وجداني عواطف. اما لو كان مضمونه ادبي فكان هيبقى هو عارف دي شجرة وده بحر
وده غيط وده كذا كذا. فأنا عشان كده عايز أقول المسألة مش محتاجة لتفسير، محتاجة إطلاق مشاعره عشان تلتقي بالعمل الفني. امرأة في خيالك ما لون عينيها؟ دي الحب الأول. ما لون عينيها؟ كانت عيون خضراء. نعم كانت عيون خضراوات. طويلة أم قصيرة؟ لا كانت يعني متوسطة. ذكية؟ جدا. أنيقة؟ جدا وجميلة جدا، وتقدمت لخطبتها ورفضت. تعرف كيف تتغابى أحيانا؟ أكيد كتير، السياسة علمتني كده. أنت تحب الذكيات؟ جدا. الامرأة اللي ما يهمنيش جمالها قد ما يهمني ذكائها، لأن الذكاء ده بيضفي على الشكل قيمة عالية جدا، أعلى من الفيتشرز التقاسيم. طب بعد ما اترفضت ليه ما حاولتش ان انت تشوف امرأة اخرى، ولا هي دي؟ شفت يا ستي لون بشرتها ايه؟ هي كانت بلوند يعني. بلوند. كده عرفناها بقى، كده هنعرفها يا استاذ مفيد. لا بس زمانها كبرت بقى. ما رسمت لهاش اللوحة؟ لا رسبت النساء كتير في لوحاتي يعني، بس ما هوش اسلوبي اللي هو انا فيه دلوقتي يعني. انا اسلوبي النهارده مختلف، اقدر اعمل ده ببساطه شديده جدا، ارسم بشر، ارسم طبيعه، لان بالنسبه لي انا سهله جدا، بس انا اخترت الصعب عشان اقدر اتعامل. دكتور مصطفى، سؤال توجهه بقى نختم بيه الحلقه. ان انا بدعوه وبلح عليه انه يعمل معرض في مكتبه الاسكندريه وانا مديرها، وحتى هذه اللحظه لم يوافق لانه عنده ارتباطات دوليه واقليميه بمعارض مختلفه، رغم ان الاسكندريه مسقط راسه. تعرفين انه بدا طبعا بلده، بدا مدير لخصه اخته عايشه هناك، وبدا مدير لثقافه النفوشي، ويعتبر على قمه الفنانين الاسكندريين، احنا بنرخ لهم دلوقتي. ولذلك انا كنت يعني بارجو سؤالي بالحاح. وانا كمان لازم اسكندريه، مكتبه اسكندريه التواضع، ولازم يكون في لوحات ليك في مكتبه اسكندريه، ليا في مكتبه لوحات هناك، بس يبقى لازم معرض ان شاء الله. لا اعمله ان شاء الله. ان شاء الله، والى ان نلتقي ان شاء الله في اسكندريه في مكتبه اسكندريه، ومعرض جديد للفنان الوزير، الانسان الغالي على قلوبنا كلنا اللي احنا سعداء معاه النهارده. وسعيد بالحوار مع استاذي المبدع دايما في حوار أستاذ مفيد فوزي، دكتور مصطفى الفقي. بشكرك وكل سنة وانت طيب، كل سنة وانت ناس كتير واقفة عايزة تهنيك. أما أنا عايز أقول عشان كده شكرا. من الحاجات الجميلة اللي لازم نقف عندها في معرض الفنان فاروق حسني، وكانت فرصة حلوة ان انا اقابل انتصار درديري، الكاتبة اللي كاتبة كتاب جميل جدا في معرض الكتاب عن الفنان فاروق حسني. فاروق حسني يتذكر زمن من الثقافات، وانا بحييكي واهلا بيكي. اهلا بك يا بوسي. كلميني بقى عن الكتاب، فرصه حلوه ان احنا النهارده في المناسبه ديت ومناسبه المعرض بتاعه، اللي كان الناس بيفتكروا ان الناس بتيجي عشان هو وزير، لكن انا شايفه النهارده ان فن فاروق حسني جذب ناس اكتر ما كان فاروق حسني موجود فيه. طبعا هو المساله، تعرفي المسؤول بعد ما يسيب الكرسي، لانه في دايما بيبقى في ضجه حواليه وهو مسؤول، لكن اما يبقى نفس الالتفاف موجود واكتر، ده بيبقى انه حد مش ما يعني ما خدش مكانته بالمنصب لكن باللي عمله فعلا. ده اللي احنا بنرصده في كتاب فاروق حسني يتذكر زمن من الثقافه، ده صدر مؤخرا في معرض الكتاب في اليوبيل 50 للمعرض. طبعا هو بيقدم رؤيه ل 23 سنه من تولي فاروق حسني وزاره الثقافه، يعني ربع قرن من الثقافه تقريبا، اللي هو حقق خلالها انجازات كتيره وخاض معارك كتيره. احنا بنقف عند التجربه دي كلها بالتحليل، وبنشوف ما له وما عليه، زي ما تقولي كشف حساب بعد 8 سنين من خروجه من الوزاره.
فالكتاب فيه حوارات معاه وفي مواجهات وفي رؤية بتحكمه من الألف للياء، وفي شهادات لمجموعة من المثقفين والكتاب والفنانين بيقدموا رؤية موضوعية ل 23 سنة تولى فيها فاروق حسني وزارة الثقافة بما حققه من إنجازات وما واجهه من متاعب وصعوبات. أكتر حاجة استوقفتك وانت بتكتبي؟ والله هو طبعا انك تجمعي 23 سنه دي وكانت فيها حاجات تفاصيل كتيره جدا، وبعدين وزاره الثقافه هي وزاره مش هينه، يعني انا بعتقد انها هي اخطر وزاره لانها معنيه بتشكيل العقل والوجدان، فطبعا قطاعات كتيره في الاثار وفي الثقافه الجماهيريه وفي الاوبرا مثلا، هو اللي انشا الاوبرا، هو اللي اقام الاوبرا بعد سنوات كتيره من احتراق الاوبرا، عمل في السينما في المسرح في حاجات كتيره جدا في الفن التشكيلي. اما ترصدي كل التجارب دي طبعا ما كانتش مساله سهله خالص. يعني طبعا هل اقيم ندوه وحوار مفتوح مع قراء الكتاب والدكتور فاروق؟ والله هو نزل اتعملت ندوه بس ما كانتش، كان طبعا ناس ما لسه ما لحقتش تشوف الكتاب، لكن ان شاء الله اكيد هيبقى في حاجات يعني يهمنا نعرف نقرا طبعا الناس اللي قروا رايهم ايه في الكتاب ومدى الموضوعيه اللي تم تناوله بيها. يعني ان شاء الله نتمنى ان يبقى في حوار مفتوح مع سياده الوزير بعد الناس ما تقرا الكتاب. بحييكي على كتابك الجديد وان شاء الله هنقراه ونقول لك راينا فيه ان شاء الله. منوره. ميرسي يا كل محب فاروق حسني وفن فاروق حسني يقرا الكتاب، موجود في معرض الكتاب، ونعرف الثقافه بتاعتنا 23 سنه من خلال فاروق حسني كان شكلها ازاي بقلم انتصار دردير. مع المبدعين في معرض الفنان الوزير فاروق حسني، ما زلنا مع محبيه ومحبي فنه، ما زلنا مع النجوم واحلى النجوم سيده المسرح العربي الفنانه الكبيره اللي عيد ميلادها خلاص على الابواب 8 مارس، وبنتهز الفرصه واقول لها كل سنه وانت طيبه وكل سنه وانت غاليه على قلوبنا، وسعيده بوجودها النهارده مع معرض مهم لفنان بنعتز بيه. اشكرك جدا جدا. كل سنه وانت طيبه. وطبعا هي برج الحوت وانا برج الحوت وانا بعتز باحلى حوت الحيتان. المعرض النهارده اللي دايما حريصه انت على وجوده سواء فاروق حسني في الوزاره او بره الوزاره. لا لا، الوزاره ما دخلتش، هو الفنان بالنسبه لنا. الوزاره بتيجي وبتروح، لكن هو الفنان هو اللي دائم، هو اللي بيعيش، هو اللي بيخلد. فطبعا انا حريصه لان هو كل سنه بيتحفنا برؤية جديدة وألوان جديدة. يعني مثلا في سنة اللون الأصفر بتاع مصر القديمة هو اللي كان غالب، في سنة اللون الأحمر مع الأزرق، تستنبطي من اللوحة حاجات كتير جدا، قصص كتير جدا.
يعني لوحاته غنية بالأفكار. دايما الفنان بيستهوي الفن التشكيلي، ويمكن كان فيه في المعهد دراسة للفن، لأن ده بيفيدكوا في الألوان واختيار الألوان طبعاً، والشخصيات اللي بترسموها، إنك أنت تلبسي إيه مع ديكور إيه والكونتراست بتاعه إيه طبعا. لكن ده فن، والفن بتاع الفنان التشكيلي حاجة تانية، حاجة عالية جدا جدا. فالحقيقة أنا سعيدة جدا إن أنا بشوف كل سنة إبداع جديد وترسيخ جديد، فأنا يعني سعيدة جدا بوجود النهاردة. أكيد لو حبينا ندي اسم للمعرض من انطباعك تديله إيه؟ أستاذ مفيد فوزي قال الخيال، لأن كل واحد بيعيش بخياله مع اللغة. لا أنا أديله البهجة. البهجة، في بهجة، الناس مبسوطة والناس بتتفرج بسعادة وبتشوفي اللوحات جميلة، فهو البهجة. احنا سعداء باللقب اللي اديته النهاردة سيدة المسرح العربي لمعرض فاروق حسني البهجة، من الخيال ولقب لمفيد فوزي اهداه لفاروق حسني في معرضه، لبهجة فاروق حسني بتهديه اللقب ده سيدة المسرح العربي سميحة ايوب. ما زلنا نتجول في معرض الفنان البهجة والخيال فاروق حسني.